أعزائي مشاهدي التلفزيون العربي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم العربي الرياضي، ونبدأها كالعادة بالعناوين. الأهلي يتغلب على الوحدات ويتوج بطلا لكأس السوبر الأردني لأول مرة في تاريخه. الملعب الأولمبي في نواكشوط مهدد بالسقوط بسبب إهمال السلطات لأعمال الصيانة. نادي النجم الساحلي التونسي بيواجه أزمة جديدة بعد رحيل أبرز لاعبيه. وأيضا في العرب الرياضي جولة مع أهم الأخبار الرياضية مع الزميل ميشيل سعد. خلونا نرحب بضيفنا النهاردة نجم الكرة المصرية والمحلل الفني الكابتن هيثم فاروق. كابتن هيثم أهلا بك. أهلا بك كابتن نادر وأهلا بالسادة المشاهدين، سعداء بوجودك معنا اليوم الثاني على التوالي. البداية من الأردن، حيث تتواصل احتفالات نادي الأهلي بعد تتويجه بلقب كأس السوبر لأول مرة في تاريخ بفوزه على الوحدات الأردني بهدفين لهدف. جانب من هذه الاحتفالات في التقرير اللي جاي. هكذا احتفل جماهير الأهلي بتتويج فريقها بطلا لكأس الكؤوس الأردنية لأول مرة في تاريخه. يستحق الفوز، أداء جميل، فرضوا في إيقاعهم على اللعب، يعني كانت متحررين من ضغط الجمهور تبع الفريق الوحدات. بطولة جديدة بسنة واحدة، يعني بسنة واحدة مع النادي الأهلي، إن شاء الله تكون بداية خير الموسم القادم، تكون بداية للدوري إن شاء الله، لقب الدوري السنة القادمة. إنجاز كبير تحقق على حساب واحد من أكثر الأندية تتويجا بلقب المسابقة نادي الوحدات. ليس هذا فقط ما صنع مشاهد الفرحة، هناك ما هو أهم، فلا أحد كان يتوقع أن ينجح الأهلي في الإطاحة بفريق مدجج بالنجوم ويقوده مدرب كبير هو العراقي عدنان حمد. سوء تحكيم اليوم في المباراة، المخادمة، كل مباراة للوحدات بيكون سيء وسيء جدا، من 4-5 مواسم وهو نفس الشيء، ها نفس الشخص، كل ما يحكم مباراة للوحدات طرد. هاي عادي، أي فريق بيخسر وأي فريق بيخسر، مش هاي خسارة نهاية العالم. الوحدات هو بظل الأول وبظل الأخضر وبظل بقلوبنا حتى لو خسر. صدمة جديدة للوحدات الذي أنهى موسما ودخل آخر بنفس السوء، وبداية غير موفقة للمدرب عدنان حمد فيما يواصل الأهلي فرض حضوره في معادلة المنافسة. كابتن هيثم، يعني الوحدات الأردني بيخسر أول مباراة تعتبر في الموسم مع مدربه عدنان حمد، يعني مدى تأثير الخسارة دي من النادي الأهلي على الوحدات في مسيرته في الدوري؟ يعني أنا شايف أن خسارة السوبر كابتن نادر في بداية السيزون لا تعتبر مأساة بالنسبة للأندية، خصوصا لو كان أندية كبيرة مثل فريق الوحدات، نادي له تاريخ، نادي عنده معظم اللعيبة الدولية في المنتخب الأردني، لعيبة لها أسماء كبيرة، عنده شعبية جماهيرية وقاعدة جماهيرية غير طبيعية، والأهم من كده الاستعانة بمدرب كبير له خبرات وله تاريخ مثل العراقي عدنان حمد. وكلنا نعلم تاريخ عدنان حمد في الكرة الخليجية وأيضا مع المنتخب الأردني. يمكن احنا كمصريين لنا اتصال مباشر بالكرة الأردنية لسابق تدريب الكابتن جوهري جنرال الكرة المصرية رحمة الله عليه، وقفزاته اللي عملها مع المنتخب الأردني منتخب نشام الحياة وصلهم لأمم آسيا في الصين وعمل بيهم إنجازات كبيرة جدا، ونعلم ماذا حدث لهذا المنتخب والطفرة اللي حدثت ليه وأيضا مع المصري الكابتن حسام حسن. ولكن في الفترة الأخيرة يمكن الكرة الأردنية كنا نعلم الوحدات الفيصلي هم المستأسدين أو بيحصلوا على أغلب البطولات، ولكن الأهلي الحقيقة لابد أن احنا نديله حقه بعد فوزه بالكأس، فاز بالسوبر، وأنا شايف أن المدير الفني السوري ماهر البحري الحقيقة كان عامل سيناريو وتكتيك رائع بالنسبة للمباراة. عارف لعيبة الملاكمة لما بتلعب ملاكم أقوى منك فبتستنفذ طاقته في الجولات الأولى وبعدين تجهز عليه في نهاية المباراة، ده اللي حصل، كان حاطط سيناريو تكتيك إن المباراة الشوط الأول ينتهي بالتعادل وقد كان، وبعد كده قدر إن هو يفوز في نهاية المباراة بفضل اللياقة البدنية العالية بالنسبة لفريق الأهلي، وأيضا حدث انهيار بدني بالنسبة لفريق الوحدات لأنه لسه في بداية الموسم. الأهلي كان واقف على رجله، كان واقف على أرض صلبة في هذه المباراة، فريق الوحدات انهار
طيب بس يعني عفوا المقاطعه، بس انا بتكلم بستشهد باحداث. يعني لو انت شفت في مباراه السوبر السعودي في الموسم اللي فات النصر والهلال وخساره النصر، كانت خساره كانت كبيره جدا واثرت على الفريق في مسيرته. تشيلسي ومع ارسنال في كاس السوبر، خساره تشيلسي وكانت بدايه انهيار لتشيلسي. يعني انا بتكلم على البدايات بتبقى ساعات، طبعا انت بتفق معاك ان الدوري طويل، انها بعض الاوقات بتاثر فعلا. هي مباراه شرفيه، انا شايف انها لابد الا تؤثر على الفرق الكبرى. انت صح كلامك مظبوط، بس معنويا ساعات بتاثر، ممكن تاثر، لكن حسب استعدادات الفريق، حسب نجوم الفريق، حسب مدير فني. برشلونه خسر السوبر الاسباني في الموسم الماضي مع اتلتيك بلباو، ولكن فاز بالدوري والكاس. نفس الشيء بالنسبه لفريق ريال مدريد منذ موسمين، لما خسر السوبر الاسباني امام اتلتيكو مدريد، ولكن بعد كده فاز بالسوبر الاوروبي وكاس العالم للانديه. فهي بتختلف حسب كواليتي بتاع اللاعبين، حسب فتره الاعداد اللي هياخدها المدير الفني. وانا شايف ان عدنان حمد يقدر يحقق طموحات وامال جماهير الوحدات، اللي انا شايف من خلال التقرير ان هم برضو بينسبوا الهزيمه للحكم، وان في طرد وفي نقص عددي، ولكن النقص العددي او الطرد كان في الدقائق الاخيره من المباراه، وكانت النتيجه 2-1، واعتقد الاهلي كان يستحق الفوز. تفتكر الاهلي بيستحق الفوز؟ يعني هي مباراه كؤوس فعلا، لانك انت بتتكلم على المدى الطويل، ممكن الاهلي ما يكونش ليه دور كبير جدا في الدوري. الدوري دايما محصور ما بين الوحدات والفيصلي وغيره من الانديه القوي. دوافع لعيب الاهلي ودوافع المدير الفني هي اللي يمكن حققت الفوز النهارده، الفوز حقيقة على في الكاس. دي حقيقه، وزي ما اتكلمنا في البدايه ان الاهلي كان الاجهز، كان الاقوى، كان الافضل بدنيا. حدث انهيار لفريق الوحدات، ولكن ده مش معناه ان فريق الوحدات ممكن ينهار على مدار الموسم، ومش معناه ان الاهلي ممكن يحسم بطوله الدوري، لان احنا عارفين بطوله الدوري لها مقومات كبيره جدا، وتختلف اختلاف كلي وجزئي عن بطوله الكاس. بشبهها في العاب القوى بالمسافات القصيره، تقدر تفوز بالمسافات القصيره اللي هي بطوله الكاس 90 دقيقه او ضربات ترجيح، ولكن الدوري عايز النفس الطويل، عايز الجريه المتزنه، عايز استعداد من اسبوع لاخر، وده قلما يتوفر في فرق كتير الحقيقه. أكيد كل التوفيق إن شاء الله للفرق الأردنية، والبداية بداية قوية بعد ما كانت المنافسة محصورة ما بين الوحدات والفيصلي، إنما النادي الأهلي بيفوزه ممكن يقدر يدخل في المنافسة على الدوري العام. خلينا نروح لجولة مع أهم الأخبار الرياضية كالعادة مع زميل ميشيل سعد. شكرا كابتن نادر، وأهلا بكم في هذه الجولة الرياضية التي نبدأها من كرة القدم العربية، حيث أعلن الاتحاد الفلسطيني تأجيل إياب نهائي كأس فلسطين بين ناديي أهل الخليل وخان يونس، والتي كان من المقرر إقامتها الليلة في مدينة الخليل. وجاء هذا القرار بعد منع سلطات الاحتلال 6 لاعبين من فريق خان يونس دخول الضفة، مما دفع اتحاد الكرة لتأجيل اللقاء حتى وصول رد للشكوى التي تقدم بها الأخير للاتحادين الآسيوي والدولي. أكدت صحيفة بيلد الألمانية أن نادي مانشستر سيتي قد اقترب من التعاقد مع مهاجم نادي شالكة ليروي ساني مقابل 46 مليون جنيه استرليني. وأشار المصدر أنه من المتوقع أن يجري ساني الفحوصات الطبية مطلع الأسبوع المقبل في إنجلترا، تمهيدا لانضمامه لكتيبة المدرب بيب غوارديولا. توصل نادي أتلتيكو مدريد لاتفاق نهائي يقضي بضم المهاجم الفرنسي كيفين جاميرو من نادي إشبيليا الإسباني في صفقة تقدر بحوالي 41 مليون يورو. هذا ولعب جاميرو البالغ من العمر 29 عاما دورا محوريا بفوز إشبيليا بلقب الدوري الأوروبي خلال الأعوام الثلاثة الماضية. اختار الاتحاد البرازيلي نجم نادي برشلونة نيمار قائدا لمنتخب البرازيل الأولمبي خلال دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو. وسبق لنيمار أن لعب مع منتخب البرازيل الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية في لندن، عندما خسر منتخب السامبا آنذاك أمام المكسيك بهدفين لهدف واحد. بلغ الصربي نوفاك جوكوفيتش نصف نهائي بطولة تورونتو للتنس بعد تغلبه على التشيكي توماس بيريريتش بمجموعتين نظيفتين بوقع 7-6 و6-4، يضرب موعدا مع الفرنسي غايل مونفيز في قبل نهائي فجر الغد. سيكون الألماني نيكو روزبرغ أول المنطلقين في جائزة ألمانيا الكبرى للفورمولا 1 يوم غد. ونجح روزبرغ بتسجيل أسرع زمن في التجارب التأهيلية الثالثة، متفوقا على البريطاني لويس هاملتون الذي سيكون ثاني المنطلقين.
أما سائق ريد بول دانيال ريكاردو فحل في المركز الثالث. نهاية الجولة الرياضية، عودة إليك كابتن نادر. شكرا جزيلا ميشيل. يمكن هيثم انا عايز اسالك بس على خبر ميشيل كان بيتكلم فيه، فهو الغاء الكاس، لان هي مشكله تاجيل الكاس، لان المشكله الحقيقه ويمكن اتكلمنا فيها في العرب الرياضي ان دخول يعني مش هقول السياسه بس دخول السلطات الاسرائيليه في حتى في المشاركه او التواصل ما بين الفرق داخل فلسطين. صحيح، كان الصهيوني أو العدو الصهيوني أو كيان السرطاني قل كما تشاء عامل مشاكل كتير، وخصوصا في مجال الرياضة. ناس كتير بتقول لا تقحم الرياضة في السياسة، ولكن هم بيقحموا الرياضة في السياسة الحقيقة، عشان يمنع بعض اللاعبين منها تدخل الضفة، عشان يتم حرمان هؤلاء اللاعبين من اللعب لأنديتهم. ده كان كمان المصيبة الكبرى، أنهم حرموا بعض اللاعبين من تمثيل منتخب فلسطين، وشفنا ما حدث في المرات الأخيرة. طبعا شيء مؤسف وشيء مخزي، ولابد يكون في تحرك على مستوى الاتحاد العربي. هو الحقيقة احنا اتكلمنا فيها قبل كده، يمكن اللاعبين الفلسطينيين اللي هم في عايزين ما عندهمش الحقيقة طبعا باسبور فلسطيني، وفي نفس الوقت مش قادرين يروحوا فلسطين. طبعا كانت مشكلة كبيرة جدا وتكلمنا فيها في العربي الرياضي، إنما زي ما انت قلت يمكن المسؤولين لازم يتدخلوا فعلا. لابد يكون في تدخل، لابد يكون في ضغط من الاتحاد الأسيوي، من الاتحاد العربي، من الفيفا، لأن حرام اللي بيحصل الحقيقة في الكرة الفلسطينية. كفاية ما تعانيه فلسطين سياسيا واقتصاديا. أكيد أكيد، كل التوفيق إن شاء الله للكرة الفلسطينية والأندية الفلسطينية. كلنا كنا سعداء بمنتخب فلسطين بأدائه العالي جدا في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا. برنامج العرب الرياضي ما زال متواصل معكم وفيه بعد الفصل. الملعب الأولمبي في نواكشوط مهدد بالسقوط بسبب إهمال السلطات لأعمال الصيانة. اهلا بكم معنا مره تانية. الملعب الاولمبي في نواكشوط الوحيد في البلاد الذي يستجيب لمعايير الفيفا، لكنه بات مهددا بالانهيار في اي لحظه في ظل اهمال السلطات لاعمال الصيانه والترميم. مراسلنا في موريتانيا محمد ممين يسلط الضوء على هذه القضيه. الملعب الأولمبي بالعاصمة نواكشوط أكبر صحن رياضي في البلاد على الإطلاق، يستقبل أحيانا ضعف طاقته الاستيعابية وقوامها 10,000 متفرج. التصدعات التي ظهرت في هذه المنشآت الرياضية تهدد سلامة الجمهور الرياضي وتجعل هذا الملعب غير مهيئ في وضعه الراهن لاحتضان أكثر من 5,000 متفرج فقط بحسب الشركة الصينية التي تولت تشييده عام 83 من القرن الماضي. إدارة الملعب الأولمبي أكدت لنا بأن لديها عقد رسمي مع الصينيين لضمانة هذا الملعب لمدة 50 سنة، ما زالت منها 13 سنة، لكن ما هو موجود الآن في الملعب وما داخله يظهر بأن هذه الضمانة ليست ضمانة حقيقية، وبأن الملعب بحاجة إلى صيانة حقيقية. الملعب الأولمبي في نواكشوط وهو الوحيد من نوعه في موريتانيا الذي يستجيب للمعايير الدولية أغلق أبوابه على خلفية التحذيرات من إمكانية سقوط بعض أجزائه العام الماضي تمهيدا لأعمال الترميم والصيانة، وحين تعذرت أو تأخرت تلك الأعمال لم يجد القائمون على الرياضة حرجا في إعادة فتحه أمام اللاعبين والجمهور، وسط وعود من اتحادية كرة القدم الموريتانية بتشييد المزيد من الملاعب المستوفية للشروط والمعايير العالمية خلال الفترة القادمة. ما دامت الأندية الرياضية لا تتوفر على ملاعب خاصة بها، فإن الملعب الحكومي الوحيد الملعب الأولمبي يظل الوسيلة الرياضية الوحيدة لتطوير كرة القدم، وعندما يصبح هذا المركب الأولمبي غير مؤهل فإن هذه تصبح كارثة بالنسبة للكرة الوطنية. المركب الرياضي الوحيد المعتمد من قبل الفيفا يحذر الخبراء من إمكانية سقوطه في ظل إهمال السلطات لأعمال الصيانة والترميم. هي إذن تهديدات وأخطار جدية لا مناص من أخذها بعين الاعتبار قبل فوات الأوان وحصول ما لا تحمد عقباه. محمد عبد الله ممين، التلفزيون العربي، نواكشوط. هيثم، يمكن
موريتانيا اصلا بتعاني من منشآت يعني، فحتى المنشأة الوحيدة اللي ممكن يتلعب فيها المباراة الدولية للأسف كالعادة، وهي مش بس في موريتانيا انما كتير من البلاد العربية، ان المنشآت تكون كبيرة جدا انما الصيانة تكون صعبة جدا او بتنهار المنشآت دي. فعلا معك حق نادر، لان الحقيقة مش سهل اي ملعب يستجيب لمعايير فيفا، مش اي ملعب الفيفا تعترف به لان له شروط وله معايير خاصة، فكون الملعب ده يستجيب لمعايير الفيفا وهو اللي موجود في الأجندة إنه استقبل مباراة المنتخب الموريتاني، أعتقد لابد من تدخل سريع على مستوى الحكومة الموريتانية لإنقاذ هذا الملعب، لأن المنتخب الموريتاني بيلعب عليه مباراته. يمكن أنا واحد من الناس اللي حللت أكتر مباراة، أكتر من مباراة للمنتخب الموريتاني في الفترة الأخيرة، سواء في تصفيات أمم أفريقيا أو في تصفيات كأس العالم، وفي طفرة حصلت في تصنيف المنتخب الموريتاني في الفيفا رانكينج أو في مستوى الكرة الموريتانية مع مدير الفني الفرنسي مارتينز، وعندهم مجموعة من اللاعبين الحقيقة عملت نقلة كبيرة، فلا بد من الاهتمام لأن دي أبسط حقوق الكرة الموريتانية على المسؤولين في موريتانيا. احنا شفنا في إيطاليا، إيطاليا كما نعلم في منتصف التمرينات كان الدوري الإيطالي عبارة عن كأس عالم مصغرة، كان كل نجوم العالم بيلعبوا في إيطاليا، ولكن إيه اللي حصل لإيطاليا؟ ما فيش ملاعب جديدة، ما فيش منشآت، ما فيش اهتمام بالملاعب منذ كأس العالم في إيطاليا 1990، عشان كده حصل تأخر على مستوى الحضور الجماهيري، على مستوى الكرة الإيطالية، على مستوى مغادرة النجوم من الكالتشو، فلابد من إعادة الهيبة بالنسبة للملعب الأولمبي أو المركب الأولمبي في نواكشوت، لأنه زي ما احنا عارفين أن الكرة الموريتانية بدأ تستعيد عافيتها وبدأ تاخد حظها من الظهور على المستوى الإفريقي، وأظن لابد أن المسؤولية تقع على عاتق المسؤولين في الحكومة الموريتانية ويكون قرار سيادي يتم الاهتمام ويتم إعادة ترميم وتطوير هذا الاستاد. أكيد يعني إحنا ما بنسلط الضوء الحقيقة على أمر زي كده، مش بنتكلم على موريتانيا بس، بنتكلم على كتير من البلاد العربية، لأن عشان تلعب كرة قدم أو تلعب أي رياضة لازم يكون في منشآت تلعب عليها المباريات. خلينا نروح لتونس، بيواجه نادي النجم الساحلي أزمة جديدة بعد رحيل أبرز عناصره المهمة في طبعا الفترة الماضية مع المدرب فوزي البنزرتي. خلينا نشوف في التقرير اللي جاي تفاصيل نادي النجم الساحلي. رغم استعادته لتوازنه في كأس الاتحاد الإفريقي، لا يزال الإطار الفني للنجم الرياضي الساحلي بقيادة المدرب فوزي البنزرتي غير راض عن أداء المجموعة، مؤكدا أن الفريق في حاجة لعناصر جديدة تلبي طموحات الفريق وتعوض القيم الثابتة التي غادرت للاحتراف على غرار فرانكوم والعكايشي. ضروري تعزيز فريق، لأن في العالم أجمع فريق مهما يكون العطاء متاعه لازم تعطيه روح جديدة، تعطيه دم جديد، وهذا يجي معتك تنجكتي معتك تدخل لعب أو سنين جدد يبدل الوضعية، وهذا الأمام به. ويراهن أنصار النجم على قدوم المدرب المساعد منتصر لوحيشي لإحداث النقلة النوعية والتنسيق بين فريقي الأكابر والنخبة الذي سيتولى لوحيشي الإشراف عليهما. فما تنسيق مع الفرع الشبان ميسورتو النخبة، معنا فريق النخبة اللي هو أقل من 21 سنة، اللي فيه برشا ملاعبيك عندهم اللي مصحين عقود في النجم الساحلي ونجمه في المستقبل يعزوا فريق الأول. تعرف النجم الساحلي العوام الأخرى معنا يسوباز على سونتر دو فورماسيون بتاعه. وسيطالب النجم بمعالجة العديد من النقائص قبل انطلاق الموسم الشهر القادم، بالإضافة إلى منافسة دوري أبطال إفريقيا، ما سيجعله في مواجهة مباشرة مع كبار القارة السمراء. هذا ويواصل النجم مسيرته في كأس الاتحاد الإفريقي بعد أن أنعش أماله في بلوغ الدور الثاني بفوزه أمام أهلي طرابلس ذهابا وإيابا. هيثم، يمكن النجم الساحلي هو بصدد ان هو يعني مؤهل ان هو يكون قبل نهائي كأس الاتحاد الافريقي، انما انت شايف ازاي العكايشي وغيره من اللاعبين؟ العكايشي انت عارف زي ما هو انت عارف انضم لنادي اتحاد جده السعودي، ممكن يعوض غيابات اللاعبين وهو في مشوار المنافسه؟ ها مشكله يا نادر، مشكله لما فريق بيتوج ببطوله بعنده لعيبه مميزه بيصعب عليه الحفاظ على هؤلاء اللاعبين. شفنا النجم الساحلي في ظل تراجع مستوى معظم الأندية التونسية، ترجي مش ده الترجي اللي احنا عارفينه، بعبع الأندية الأفريقية من فترة، مش ده صفاقسي، مش ده الإفريقي، نجم الساحلي كان بيحمل مشعل الكرة التونسية وهو النادي الوحيد اللي فاز ببطولة الكونفدرالية الموسم الماضي، وشفناه عمل ايه أمام نادي الزمالك، وشفناه في الفاينل أمام بطل جنوب أفريقيا. ولولا
إن هو كان بيلعب السوبر الأفريقي أمام مازيمبي في لومباتشي كان ممكن يفوز بالسوبر. مشكلة النادي اللي بيفوز ببطولة بمحطة أنظار الأندية الغنية أو صاحبة الأموال الكبيرة أو الأندية اللعيبة بتبحث عن الاحتراف، إن هو بيصعب عليه الاحتفاظ بمعظم عناصره اللي خلته يفوز بالبطولة. فوزي بنزرتي من وجهة نظري واحد من أفضل المدربين وأبرز المدربين مش في الكرة التونسية ولا العربية بل والإفريقية إن لم يكن أفضلهم، لأن الحقيقة ما فيش مكان اتحط فيه سواء على مستوى الأندية أو على مستوى المنتخبات إلا وأجاد فيه. نتذكر تجربته في المغرب، نتذكر تجربته في تونس، نتذكر تجربته مع كل المنتخبات والأندية مع الترجي، درب تقريبا كل الأندية التونسية وعمل معهم إنجازات كبيرة جدا. أنا شايف أن الراجل ما يقول النادي محتاج تدعيم يبقى هو عارف أهل مكة أدرى بشعبها، هو يعلم تماما مدى نواقص الفريق وأن اللعيبة اللي خرجت لابد يتم تعويضها، لأن والتعويض لابد يكون بدرجة جيدة عشان ما بقاش فيه جاب أو مسافة كبيرة بين من ذهب ومن أتى إلى النادي. أظن لابد على إدارة النجم الساحلي لتوال أنها تتحرك من أجل تدعيم الفريق البطل حتى الآن ببطولة الكأس الكونفدرالية. تابعنا لقاءه مع أهل طرابلس ذهابا وإيابا، أرنعش آماله وأنا شايف فريق مؤهل أنه ينافس على الكونفدرالية مرة تانية. طب سريعا، يعني الكرة التونسية بتعاني زي ما أنت قلت وذكرت من الأندية التونسية رغم أن في موارد مالية، إنما أنت شايف إيه المشكلة؟ هل مواهب ولا سوء تنظيم؟ والله أنا شايف أن في تراجع بالنسبة للكرة التونسية، وأكيد المسؤولين على الاتحاد التونسي هم أدرى بما يحدث. أنا شايف كسر التغيير مدربين النادر مشكلة. في آخر 3 سنوات تقريبا في 10 مدربين بالنسبة للمنتخب التونسي، وده أثر كتير على مستوى المنتخب وعلى مستوى الأندية. تمام، أكيد. كابتن هيثم فاروق، يعني بشكرك شكرا جزيلا. قبل ما ننهي بس أنا عايز أقولك حاجة، بمناسبة أن أولمبياد ريو دي جانيرو قاربت على الأبواب بعد ساعات مش أيام، ففريق العمل مجهز لك مفاجأة أتمنى أنها تعجبك. فعلا؟ فعلا. ده إيه المفاجأة؟ يعني انت عارف انت كنت انت موجود في ماتش الاعتزال ده، كنت انت من واحد صحيح كان واحد من اعظم مباريات في تاريخ الكره المصريه، مباراه الاعتزال. حجم النجوم اللي جت لن تكرر ولم تحدث مطلقا في تاريخ الكره المصريه. طبعا بمناسبه ان اولمبياد ريو دي جانيرو قربت، بمناسبه ان انت كنت احد نجوم مصر في اولمبياد برشلونه ولعبت 3 مباريات مع جيل كبير جدا، يعني اكيد بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. وانا يعني بشكر طبعا فريق العمل وبشكر كابتن هيثم فاروق، ده يعني قبل ما يكون هو ضيفنا النهارده فهو صديق عزيز واخ الحقيقه وعشره عمر كبيره جدا، وهو كان كابتن بتاعنا في اولمبياد برشلونه اللي احنا دخلنا فيها، وفي نفس الوقت كان هو كمان يعني صاحب ال 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 هو الرياده بتاعه المباراه وبتاعه الاغنيه. انت شفتها. شكرا جزيلا. وطبعا بوجه كل الشكر لفريق العمل، والحقيقه احنا كلنا اخوه واصدقاء، وده اللي الروح اللي داخله او اللي ساريه في فريق العمل او في التلفزيون العربي بشكل عام وفريق العمل في العرب الرياضي بشكل خاص. بشكركم جدا على متابعتكم، ان شاء الله نتقابل في حلقه جديده من برنامجكم العرب الرياضي. الى اللقاء. حبيبي.